الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هي أكبر وكالة للتعاون الثنائي في العالم، موجودة في قرابة 100 دولة. الجيكا تخدم باش تحسن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، وعندها برشا برامج وتقدم الدعم متاعها حسب الحاجيات والأولويات متاع كل بلاد. نلقاو تعاون تقني، قروض، هبات، إعانات ونجدة في حالة الكوارث. التعاون الثنائي بين تونس واليابان كبير وقديم. الجيكا موجودة في تونس من عام 1975 وفي برشا مجالات. بالتعاون مع وزارة الصناعة وفي إطار المساندة الواحد من أهم الأسس في الاقتصاد التونسي، الجيكا تحط مشروع للعمل بالميثود كايزان لتحسين الجودة والإنتاجية. الميثود كايزان تهم وتشرك اللي يخدموا في الشركة الكل من أقل واحد في الليارشي حتى للبي دي جي. 81 شركة نموذجية المشاركة في البرنامج طبقت التقنية اليابانية، الشيء اللي مكن من تحسين ظروف الخدمة الكاليتي متاع المنتوج وشجع الخدامة وزاد في الموتيفاسيون متاعهم. أغلبية الشركات أكدت اللي هي راضية وفرحانة بالنتائج والإنتاجية متاعهم، زادت ووصلت تحسنت عند البعض حتى ل 86%. قنطرة رادس حلق الواد اتحلت للسيركولاسيون في مارس 2009، وهي من أهم إنجازات الوكالة اليابانية فيما يخص البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. هالمشروع تمول بقرض من الجيكا وحطوها على ساقيه كفاءات يابانية، وسهل السيركولاسيون بينات الضفتين في شمال وجنوب اللاك متاع تونس، وخفف من الضغط على وسط تونس الكبرى. كل يوم القنطرة تعدي قرابة 30,000 كهرباء وشاحنة. جسر رادس يعتبر الجسر الوحيد المعلق في تونس وفي شمال افريقيا في التاريخ. هيك الخاصيه نتاعو كونه سمح للحركه البحريه عبر القنال باش تكون سهله ومن غير تعطيلات. قامت الوكاله بتنظيم دوره تكوينيه في اليابان ل 13 مهندس تونسي. الهدف نتاع الدوره هذه هو اولا طريقه تنظيم الصيانه في اليابان، ثانياً شنية المعدات المستعملة في الصيانة في اليابان، ثالثاً طريقة الإصلاح الإخلالات اللي نلقاوها في الجسور. فما قطاع آخر مهم في البلاد اللي هو توليد الطاقة الكهربائية. الجيكا قدمت إعانة كبيرة ومهمة، وقع تدشين المولد الجديد متاع رادس في مرحلته الأولى في جويلية 2019. في الستة شهور هذم لتاب الجاية متاع المشروع باش تكمل، والسنترال باش توفر 450 ميجاوات، يعني قرابة 10% من حاجيات الكهرباء في البلاد. مشروع تجهيز التلفزة التونسية مكن من تحسين طاقة وجودة البث والإرسال تاع البرامج. المشروع شمل إنجاز الشبكة المعلوماتية متاع المقر الجديد للتلفزة، بالإضافة لتجهيز زوز استوديوهات جدد، زوز ريجي كبار متنقلين بالتجهيزات متاعهم والموافقين للمواصفات والتقنيات اليابانية العالية الجودة. المشروع تعمل في جزئين، القسط الأول والقسط الثاني. كونت القسط الأول هو تجهيز قاعة توزيع أشارة وتجهيز قاعتي البث الوطنية الأولى والوطنية الثانية، وكذلك تجهيز استديوين، استديو خاص بالأخبار واستديو خاص بالإنتاج. مثل القسط الثاني في تجهيز استديو 900 واستديو آخر اللي هو استديو 300، واقتنينا زادة بالمشروع في إطار هذا المشروع هذايا حافلتين نقل خارجي اللي نسموهم أوبيفان دو كار دو ريبورتاج. كلفة المشروع الجملية هي 100، الجملية نحكي في قسطيها الأول والثاني حوالي 100 مليون دينار. الوكالة تعطيك 10 سنين جراسيا ساعة ما ترجعش فلوس، وبعد ترجع على مدة 40 عام، هذيك أنتو ثابت على الآخر. إنجاز هام واحد آخر من إنجازات الجيكا يخص لي بارتي متاع أوتوروت صفاقس الجم وجابس مدنين، واللي تابعين مشروع التنقل بين دول المغرب العربي، واللي ساهموا في تحسين الكاباسيتي والسيكوريتي متاع التنقل. ليزوتوروت يمكنوا زادة من تسهيل التنقل متاع سكان الجنوب باش يقضيوا حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية في شمال البلاد. البارتي صفاقس الجم تمتد على 50 كيلومتر، والبارتي جابس مدنين على 84 كيلومتر. تكون المشروع تاعكم من 25 منشأة علوية، ممر علوي، 7 ممرات تحتية و3 منشآت مائية. بالنسبة للتجربة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، هي تجربة ناجحة مع شركة تونس طرقات السيارة اللي مولت الطريق السيارة هذه ومولت طريق السيارة زادة في الجنوب. بها جولان تقريبا حوالي 17,000 سيارة يوميا.
معدل يومي على جميع المحطات من الجم إلى مدينة صفاقس بمعدل تقريبا تعمل 5 مليون سيارة في السنة. بالنسبة لمجال الماء، مجهود التعاون الياباني يظهر في برشا مناطق في البلاد. في الجنوب مشروع الفلاحة المقتصدة للماء يشمل 29 واحة في قبلي، 16 واحة في جابس و14 واحة في توزر، ويجي في الإطار الاستراتيجي متاع البلاد في المحافظة على الموارد المائية في الجهة باش يدعم التطور والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب. المشروع يتمثل في تجهيز وحدات ري في الأراضي وحدات تصريف ماء، وهذا باش يساهم في زيادة الإنتاج اللي عنده قيمة مضافة كبيرة. الكلفة الفعلية لإنجاز المشروع هي حوالي 29.5 مليون دينار، منها حوالي 20.5 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. المشروع يشمل حوالي 2650 هكتار و 1850 منتفع. هذا وقد عبر فلاحي المنطقة عن رضاهم بالمشروع وجدوى شبكات الري. التجربة اليابانية في مجال الفيضانات والحماية منها مكنت من خلال تمويل مشروع حماية الجهة الغربية لمنطقة تونس العاصمة من تحسين العيشة اليومية متاع أكثر من 600 ألف متساكن. هالمشروع طور بنايات تحتية للحماية من الفيضانات وجهز قناة تصريف جديدة من لاك السجومي الواد مليان. المشروع هذا يندرج في إطار مشروع حماية تونس الكبرى منطقة تونس الغربية من الفيضانات، وهو ممول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقرض قيمته 6.8 مليار ين جابوني. يهدف هذا المشروع لحماية عديد من مناطق من الفيضانات، أهمها باردو، خزنة دار، أحياء الزهور والمناطق المجاورة لسفحة السجومي. الحقيقة المشروع هذا يهدف أساساً إلى تفريغ سفحة السجومي إلى واد مليان عن طريق قناة بقياسات 3.5 عرض و2 متر ارتفاع. احنا تو واصلين حوالي 6 كيلومتر من اللينيار الكل. الحقيقة المشروع يشهد العديد من الصعوبات، لكن أهم صعوبة يواجهها المشروع هي وجود الحفريات اللي نقوم بها في مناطق عمرانية كثيفة جداً، يعني نشق مناطق عمرانية كثيفة ونقوم بحفريات في عمق حوالي 15 إلى 20 متر. التجربة مع جيكا كانت مثمرة ياسر، كنا بدلوا الصعوبات برشا معنا، كانوا متعاونين. احنا عنا كوميتي تبع في البروجي وهم مومبر فيها، معناها ديما إلى السيست معنا، إلى السيست حتى سورتنا ونخرجوا دي فيزيت مع بعضنا، وإن شاء الله نتعاون مع بعضنا في مشاريع أخرى وتكون ناجحة كيف نجح المشروع هذا إن شاء الله. في الشمال الغربي متاع تونس، الجيكا عملت مشروع كبير وتأثير ياسر مهم، وهو مشروع مد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، واللي يستنفع منه 203 ألف متساكن من باجة وجندوبة. في المرحلة الأخرى السونيد وسعت الزون دانترفونسيون وعملت ديزاكس متاع تحويل ماء عن طريق ريزو بريمير. هالمشروع مكن من تقريب الماء ل 1016 منطقة محلية ريفية. المشروع هذا هو مشروع المحاور الكبرى في نطاق معناها تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، ويشمل كل من المعتمديات غار ديما، وادي مليز، جندوبة الشمالية، جندوبة، فرنانة، عند راهم، بوسالم، تيبار وتبرسق. كلفة المشروع 85 مليون دينار تمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. المشروع هذا يمكن 190 ألف مشترك من الماء الصالح للشراب، اللي هم قبل كانوا معناها يشربوا من العيون، يشربوا من الآبار السطحية اللي غير معناها مراقبة ومياه معناها غير معالجة، وتوا ولوا يشربوا معناها من الماء معناها نظيف ومعالج. في إطار المشروع هذا تم بناء محطة معالجة وتصفية المياه، المحطة اللي احنا موجودين فيها، ومحطة ثانية يبني متير تو بصدد معناها الإنجاز، وبناء 30 خزان مياه الساعة من 2500 متر مكعب حتى 100 متر مكعب، ومحطات ضخ وما يقارب على مد 340 كيلومتر من القنوات قطر 1000 مليمتر و200 مليمتر.
في نفس السياق متاع التنمية المستديمة، مشروع جيستيون انتجري للغابات يشمل 72 منطقة غابية بين الشمال والوسط متاع البلاد. المشروع يهم ولايات باجة، جندوبة، الكاف، سليانة وزغوان، يخدم على المحافظة على الغابات وعلى المحيط والبيئة. بصورة ملموسة قاعدة تصير عمليات زرع وعمليات بناء لتسهيل الوصول للغابات ولحمايتهم من الحرائق وزادة حماية البيوديفيرسيتي. المخطط اللي عمله المشروع يساهم في التطوير والتنمية المتوازنة للمناطق الغابية اللي تعتبر كبيرة وهامة واللي زادة في سامة تتضرر في بلادنا. الولاية هذه هي ولاية غابية بامتياز، تمتد على مساحة غابية تقدر ب 120 ألف هكتار. هي الولاية الوحيدة معناتها اللي فيها زوز دوائر غابية، 50 مركز غابي وبنية تحتية معناتها هامة، والقطاع الغابي هذا معناتها يلزموا عديد المشاريع باش ننهضوا بها، كما المشروع التونسي الياباني هذا اللي تأثيراته كانت إيجابية في القطاع الغابي، وخاصة في عدة أنشطة اللي معناتها اللي قمنا بها في نطاق المشروع هذا، كيف أنشطة الغراسات وتهيئة المسالك والطرائد النارية وصيانة البنية التحتية. معناتها العناصر المشروع هذا كانت نسبة تقدم فيها حدود 91%، معناتها من الأنشطة المبرمجة في دائرة الغابات جندوب. يشارك اليابانيين في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس من 1975 أكثر من 500 متطوع جونيور وسينيور، قدموا خدماتهم في برشا ميادين ثقافية ورياضية، تكوين مهني وأنشطة اجتماعية. بعد ما توقف 4 سنين البرنامج يرجع ويجيوا 6 متطوعين شبان يتوزعوا في عديد المجالات. I'm working in Tunisia as a JICA volunteer. Right now I'm teaching piano to students at conservatoire at Monastir, and I'm hoping that I can get to know my colleague so that we could exchange our ideas of piano teaching skills to work together for children. يشوفوا المتطوعة اليابانية كانت عندها علاقة طيبة مع الصغيرات، وهذا إلى جانب أنها لقت تعاون مع بقية الإطار لتسهيل اندماجها ضمن فريق العمل. I just adore children so much. I play with children as well as teach kids. And also, I'm working on the activity planning for future years. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مع بعضنا لعالم أفضل.